كده. حسين انت بتتكلم على مين؟ بتكلم عن مين؟ عن ولادك والبلطجيه اللي ضربوهم. ضربوهم يا عيني يا قلب امكم. انا عارفه انا عارفه ولادي هبل وغلابه، اكيد اخدوا على قفاهم لما اتهروا. عيب عليك ياما، مين ده اللي يتجرأ ويضربنا؟ ياما ده ما يكونش اتخلق قال لام والدته. ايه ده يالا؟ لا بس انت قلبك ضعيف. اتفضل. جبتها منين دي يالا؟ قلبتها كده من عيل سيس كده. وبالصلاة على الصلاة لا كدب ولا عنبرة. عنبرة؟ عنبرة مين يا بنتي؟ اسمها لا كدب ولا فشخرة. انت بتصلح لها في ايه؟ في المعجم. حسين. نعم. عيالي فين يا حسين؟ ما الشبح والشبح واقفين قدامك اهم. لا لا القاذورات دي مش عيالي، لا انتوا بدلتوهم. انا عايزه عيالي. بقولك يا علي، انت لو ما خدتش الولاد دول من هنا ومشيتوا انا هرميهم بنفسي في الاحداث. لا ارجوك يا حسين، ارجوك تاخدهم توديهم من احداث حالي. يا لهوي شفت ابوكي معنا في اول محطه. لا والله صحيح، سدي وقت الدين. لا والله على راي الشاعر، ما فيش صاحب يتصاحب، ما فيش راجل بقى راجل. الحقني يا علي، الظاهر بطله في الخمس. وانا مين يلحقني؟ انا اللي ممكن الحقك واقول لكم خدوا عيالكم وربوهم كويس واعرفوا بيقعدوا مع مين ومين اللي وصلهم للمرحله الزباله دي. هو علاش الكلب ما فيش غيره؟ لا 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 لا، عندك يا ابو سولي وحسس على كلامك. حسس على كلامك؟ محدش يغلط في علاش، علاش ده صاحبنا، لولا ان هو فرجنا على الافلام دي كنا هنبقى لسه عيال نايتي. يا مامي انا خايفه اروح مع العيال دي لحسن يغزونا. بقولك يا علي، خد عيال دول وامشوا من هنا، ولو موضوع علاش ده هو السبب هاتهولي هنا وانا اعلمه الادب. لا علاش ده ابو زمل واللي هيجي جنبيها شق. يا مامي لا بلاش سيره الشقه دي. يا متشكرين قوي يا حسين، انا مش عارف اقول لك ايه، هي دي فايده ان الشرطه لما يبقوا اصحاب الشعب. السلام عليكم. انت مش جايه يا انجي؟ لا انا هقعد هنا في حمايه الشرطه اربي ابني. يلا قدامي قدامي. حسين نفسي في حمام. وانا كمان. بقى سيبك مع العيال. على افلام بلطجه يا كلب. وكان فيها رقصات، كان فيها رقصات والله العظيم. واقسم بالله يا نهارك ازرق يا نهارك ازرق، يعني ايش كمان كان فيها رقصات؟ لا يرقصوا عليك يوم ما ماتك يا رب. براحه يا اولاد براحه، مش كده اهدوا. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ سياده انا مش ناقصاكي السعاده. عيب يا انجي، دي زي امك. ايوه يا انجي، ما يصحش يا حبيبتي تكلمي الهانم بالشكل ده. لا بقول لك ايه، خليك في حالك، انت كمان مش ناقصاك. علي ما يصحش يا علي، ده برضه زي باباك. تعالى هنا يا علي. تعالى انت راح اقطعك. ابوس ايديك ولا في حماكم؟ ابوس ايديك والنبي. بنت سياده ماما. خش اوضتك. حاضر. ولد؟ لا انا اسفه، قصدي بابا، اتفضل على اوضتك. حاضر يا انجي. طب معلش انا اخش معاهم الاوضه بس. لا سلام. ايه ده؟ تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، رايح فين؟ ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ يا ابني انا داخل الاوضه مع مامتك زي ما انجي قالت لي. خش اوضه العيال. اللي اتهدب. لا يعني ما ينفعش كده، ما ينفعش، الحال ده ما يتسكتش عليه كده، النار جنب البنزين. لما تيجي عند ابويا ولا ابويا يجي جنب امك. البيت ده كله محتاج يتشكل من اول وجديد، مش الحيوان ده بس. لا يا حبيبي معلش، احنا ابننا طول عمره قطه مغمضه، انما امك هي اللي بتديله بيق حلو. لا 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 مؤاخذه بقى، انا امي تربيه بيتي، حتى داخله مع ابوكي الاوضه اهو، مش واخده بالك؟ طب ثانيه واحده. انا هعرف بس لحد ما تحلوا مشاكلكم العائليه دي. لا يا حبيبي لا، احنا هنشبك دلوقتي، هنظبطك. ايه يا عم الفتاتر اللي انت عايش معاه ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في ايه؟ يلا يا جدع. ايه ايه يا عمنا؟ ايه يا اسطى؟ صلي على النبي يا باشا. انت بتعمل ايه يا ست الكل؟ انت بتمحري رجلي ولا ايه؟ ايه يا عم الفتاتر اللي انت بتجوزه ده؟ لا انا تعبت تعبت. تعبت يا علي. ايه ده؟ تعبت يا لتفة. كمل كمل يا علي. تعبت يا ما تعبت، خلي عندك رحمة. انا بغير من رجلي، بغير من رجلي. والنبي والنبي يا عم بقى. خلاص يا لولو كفاية كفاية. قوم يالا. قوم اتنطط عليها. اتنطط ليه بس؟ اتنطط عليها عشان ما تورمش. قوم اتنطط عشان ما تورمش. ايه ده يا باشا؟ يلا. ده انا بقيت ولا كأني بسخن للصوت التاني. عشان ما تورمش.
من هنا تطلع تجري لحد بلدكم. معانا لو مزيد بقى كده يا ست الناس من هنا لحد البلد هتورم وتلقلب وتفقفق وانا هوقوى. امشي يلا امشي. حسبي الله ونعم الوكيل على كل جبار. برا انا بالارينا يا علي. 60 دقيقة. علي. ايه يا حبيبتي؟ في مشكلة دلوقتي يا لولو. خير؟ يعني هي مشكلة كبيرة شوية. خير؟ مش مشي غار في ده؟ اه غار، بس مين هينظف الشقة دي كلها وانا كده؟ يعني ايه؟ يعني مين يا لولو؟ ها؟ طبعا انت يا حبيبي صح؟ ربنا يخليك ليا. يا عليش عليش احنا عارفين يا عليش. بابا اه يا علي ما بعرفش اطلع. لما الولادة القيصرية بالسعر ده يبقى الولادة الطبيعية أحسن. ما أنت سمعت يا علي الدكتورة قالت ما ينفعش أولد طبيعي. ما ينفعش ليه؟ ما أنت أمك ولدتك طبيعي وأنا أمي ولدتني طبيعي وعن طريق داية. الله، يبقى إيه المشكلة؟ يعني إيه يا علي إيه المشكلة؟ ده زمن غير الزمن يا حبيبي. وبعدين الدكتورة قالت الولادة الطبيعي فيها خطر على صحتي والولادة القيصري فيها خطر على محفظتي. وبعدين الدكتورة دي عايزة تعمل مصلحة على فكرة، وأنا قلتلك من الأول ما تنفعش. وبعدين يا علي، ما أنت اللي مرضتش من الأول إن أنا تابع مع دكتور سمير، كان زمانك وفرت قد كده. أنت عايزة اللي يتابع حمل مراتي وولادتها يبقى راجل؟ ده لا يمكن يحصل أبداً، ده مجرد التفكير في الموضوع ده بيخلي دمي يفور. في إيه يا علي؟ بعدين ده دكتور سمير، قد أبويا، لا حياة في الطب يا علي بقى. بصي، أسر الكلام يا إنجي. عايزة تولدي قيصري وتعملي زي الموضة اللي بتحصل اليومين دول يبقى تعمليها على حسابك. يا سلام، حسابي ايه يا علي؟ وموضة ايه اللي انت بتقولها دي؟ دول هيفتحوا بطني، يعني هشوه جمالي عشان اخلف عيالك. لا، ما عيالي لوحدي. لا، مش عيالك لوحدك يا علي، عيالي انا كمان، بس انا اللي بتعب وبتبهدل وبتعذب فيهم وبولدهم لوحدي. على فكرة الولادة دي حاجة سهلة جدا والستات هم اللي بيتدلعوا. يا سلام، حاجة سهلة جدا والستات هما اللي بيتدلعوا. ده انت لما بيطلع لك قلو في صباع رجلك الصغير بتتنطط كده زي فرقع لوز ما بتعرفش تنام طول الليل. تخيل بقى لو القلو ده في بطنك واتنين او تلاتة كيلو كنت عملت ايه؟ عسر الكلام يا انجي، انت حامل في ابني، هتولدي طبيعي، هتولدي قيصري، هتحمليه من على النت؟ دي مشكلتك لوحدك. يا ريت يا علي اعرف احمله من على النت، على الاقل كنت اترحمت من النفخة دي. حتى لو هتحملي من على النت هدفعك برضو الاشتراك. يا نتين، وطول الطريق بيأنب فيا، قال ايه؟ انا اللي عايزه اولد قيصري مش طبيعي. انت جيل فرفور فافي، ما تستحمليش الولاده الطبيعي. ايوه صح، هي الدكتوره قالت له كده ان انا فرفوره وفافي وان انا مش هستحمل الولاده الطبيعي. بيقول لي ان هي عايز تعمل مصلحه وتاخد قرشين زياده، وانا بتدلع عشان كده عايزه اولد قيصري. ايه الدلع اللي في القيصري ده؟ انا هفتح بطني. بصراحه بقى انت بتعاملي علي على ان هو زميلك في الشغل مش جوزك. طب وايه يعني؟ ما هو زميلي في الشغل وجوزي. ايوه، بس انت بتعامليه على ان هو زميلك وبس، كانكوا شركه في شركه في مشروع مش جوزك حبيبك. يعني ايه؟ يعني انت بصراحة كده خشنة معاه، طريها شوي وانت هتلاقيه معاكي زي السكينة في الزبدة، هتلاقيه زي العيل الصغير بينفذ لك كل اللي تطلبيه. يا سلام، زي السكينة في الزبدة؟ علي ابنك؟ ايه يا سوس وانت بتهزري؟ بتكلميني كأنك مش عارفة علي. لا طبعا، لا سكينة في الزبدة ولا نيلة، انت عارفة علي كويس قوي. لا دلع نافع ولا تطريه شافع، علي عامل زي القطر اللي وقف قدامه يفرمه. وبعدين بقول لك ايه يا سياده؟ بقول لك ايه؟ انا حامل وما تفقعليش مرارتي. اللي سجينه بالزبده يعني.